بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة أخرى. في بداية الدروس أنا اتكلمت عن النوع سترينج وقلت المتغير ده نوعه سترينج وبياخد القيمة لازم تكون نصية، وجيت في دروس تانية حطيت ميثود زي مثلا تو سترينج وتو لور كيس وتو أبر كيس، صح كده؟ طب الميثود دي جت منين؟ أنت كمبتدئ عايز تعرف أو عايز تعرف منين الميثود دي جت. الميثود دي بيلت ان جوه اللغه، جوه لغه الدارت نفسها، وانت كمتقدم او كفاهم لغه برمجه او لغه برمجه تانيه عارف ان اي مين فانكشن بتبقى بيلت ان جوه اللغه نفسها. فبالتالي حاجه زي تو لاور كيس، لو جيت انا ضغطت على الكومنت في الماك، لو انت على الويندوز تستخدم انتلج ايديا هتضغط على كنترول هتلاقي الماوس اتحول بالشكل ده، وهتلاقي ان هو مطلع لك زي ما انت شايف كده تو لاور كيس، والتايب بتاعها ستاتيك، والفاليو اللي بتشتغل عليها الميثود دي لازم تكون سترينج. ولو ضغطت بالماوس هيوديني على سترينج دوت دارت، والفايل ده موجود جوه المسار اللي انت شايفه ده فوليوم بروجرامز. انا عندي هنا طبعا حاطط الاس دي كي بتاعتي في المسار ده جوه لايبراري فولدر كور سترينج دوت دارت. ولو تلاحظ كل فانكشن لاحظ بتتعامل او بيتم اضافه تعليق ليها، والتعليقات دي هنجي يعني ازاي نعمل تعليق والكلام ده كله جوه الكومنت. كمبتدئ هعرفك، بس انا اهم حاجه عندي اعرفك الميثودز اللي احنا استخدمناها في الدروس اللي فاتت دي جايه منين، تمام؟ واعرفك ازاي انك ممكن تصنع بنفسك ميثود وتشتغل بيها بنفس الاسلوب. على سبيل المثال انا عندي الفايل بتاعي اسمه dart.dart اللي هو جوه الليب فولدر. لو انا مسحت مثلا الفانكشن دي وكتبت مثلا فانكشن تانية قلت فيها مثلا نيم فانكشن، انا سميتها باسم نيم، واحط كيرلي براسز وهدي الفاليو بتاعتها مثلا بار، اوكي؟ وعايز انادي على الفانكشن دي، هنادي عليها ازاي؟ عشان اجيب الفايل ده جوه المين هاجي فوق هنا واعمل امبورت، اوكي؟ وفي الامبورت هكتب باكج بالطريقه دي، والباكج هكتب فيها اسم البروجكت. انا اسم البروجكت عندي اسمه ايه؟ دارت، فهكتب دارت، شايف؟ فاول ما هكتب اسم البروجكت هيدخلني على الفولدر، لان هو اوتوماتيكلي اي امبورت او اي كاستمايز امبورت فايل بيبدا من الليب على طول. ولو في اي باكجز تانية زي ما انت شايف ميتا تيست باس اتش تي تي بي، الحاجات دي كلها انا اتعرض لها، لكن انا بتكلم على الفايل اللي انا عامل له كاستمايزيشن وموجود عندي هنا في اللاب. فلو اخترته كده وجيت انادي على الفانكشن دي وجيت قلت هنا نيم ميثود وطبعتها هتطبع معايا. خليني الاول اجي هنا امسح ده، ولاحظ هنا في يعني الملف، انا لو قفلت او شلت البرنت دي خالص هيقول لك او الملف هيتحول او المسار هيتحول باللون الرصاصي ويكتب لك unused import package dart/dart.dart. يعني ايه؟ يعني الملف ده غير مستخدم. لكن لما اجي ابدا اعمل برنت للنيم فانكشن اللي انا انشاتها هنا على طول حولتها لجلوبال جلوبال فانكشن وقدرت انادي عليها هنا. اذا لو عملت run هتطبع معايا بار تحت، مفيش اي مشكلة. واقدر اعين للملف ده متغير، اقدر من خلاله انادي على اي حاجة. يعني لو مثلا عندي اتنين مثلا قلت مثلا نيم وجيت هنا قلت ايج، طبعا انا عاملها دايناميك ميثود، فهقول مثلا 29، تمام؟ واجي هنا بعد المسار اقول as او استخدمه كايه بقى؟ مثلا ممكن اقول يعني functions، هقول func، تمام؟ واجي هنا ممكن بكل سهوله، لاحظ هنا بيقول لي ايه؟ the function name isn't defined. فبالتالي عشان استخدم الفانكشن دي هاجي هنا اكتب ايه؟ func، لان انا فوق عملت زي ما انت شايف كده ايه؟ as، استخدم الملف ده ك الارجيومنت اللي انا سميته اسمه فانك، وده اسمه يعتبر ده متغير اوبجكت بقدر من خلاله انادي على الميثود. شايف اول ما اخترته طلع معايا الايدج والنيم، فبالتالي لو قلت النيم اصبح الملف مستخدم واقدر اطبع البار تاني، واقدر ارجع تاني
استخدم الايج واعمل برنت هيديني القيمه اللي جواها. هي دي فكره البيلت ان ميثود. فبالتالي انت بتعمل ميثود ده ك يعني جلوبال ميثود وتعينها جوه متغير. المتغير ده يعتبر اوبجكت، هو متغير بس من نوع اوبجكت لانه بيحمل جميع العناصر. لو فرضنا ان انا عندي متغير سميته مثلا، عملت متغير اسمه سترينج وقلت مثلا اونلاين اوكي، واديته مثلا قيمه فولس اوكي بالطريقه دي، هل اقدر انادي على المتغير ده؟ اقدر عليه، اقدر انادي عليه بكل سهوله. اجي هنا افتح الاوبجكت، لاحظ طلع لي الاونلاين، لاحظ هو نوعه سترينج بس واخد الفاليو بتاعته ايه؟ بوليان. فانا لازم اجي هنا اقول ايه؟ بول اوكي. فبالتالي لما اقول بول سوري في ايرور، خليني احط بقيه البرنت، اعمل ران مره تانية، لاحظ طلع لي او هيطلع لي الفولس. اذا كده انا حولت مجموعه ميثودز الى، لاحظ بقى، بيلت ان مع المتغير برضو بنفس الاسلوب من خلال الفايل ده. اذا انا ناديت على الفايل وناديت على اسم الميثود مباشره، ممكن انادي على كونستانت، ممكن انادي على فانكشن، وممكن انادي على اي حاجه تم تعيينها جوه الملف ده مباشره. لكن لو قلت از فيجب علي استخدم الفانكشن دي او الارجيومنت ده. ممكن اقول اسم تاني مش شرط، يعني ممكن اقول مثلا داتا، ولازم اجي هنا اقول داتا عشان يتحول معايا باللون الاخضر ويلاقي ان انا فعلا مستخدم ما يحتوي هذا الملف. فهي دي فكره البيلت ان ميثود وفاريبل. ممكن اعمل ليست عادي، اجي هنا اقول ليست اوكي واسميها يعني نيمز، واديها مثلا فو بار واقفل بسمي كولون تمام، واجي هنا اقول لاحظ نيمز، شايف هتطلع معايا عندي هنا نيم ميثود والنيمز، وحتى مديك نوع القيمه. لاحظ هنا شايف دي ليست، دي دايناميك، دي بول، ودي دايناميك. ممكن استخدم كل حاجه، لو طبعت الليست هتطبع معايا كلها، وممكن احدد برضو بشكل مباشر قيمه واحده مثلا سواء الفو او البار من خلال الاندكس، وممكن استخدمها جوه فور وفور ايتش واعمل اللي انا عايزه. اذا كده احنا فهمنا ازاي نعمل بيلت ان ميثود، وطبعا بيلت ان فاريبلز، وتعمل حاجات كتيره انك تستخدمها وتعينها على القيمه دي. لكن لما بقول دوت سترينج هي اوتوماتيكلي اللغه او الاس دي كي نفسها مباشره هي بيلت ان الفانكشن جواها، وبتقدر تعمل بيها تغيير على القيمه اللي متخزنه سواء جوه متغير او جوه ميثود او جوه اي حاجه. فهي دي الفكره بكل بساطه، انك تحول الفايل بعد ما تنادى عليه وتستخدمه as a object مثلا، وتستخدم العناصر اللي جوه الاوبجكت ده بكل سهوله. دوت يعني اوبجكت، لما بقول دوت يعني اوبجكت. ايه اللي جوه الاوبجكت؟ نيمز ونيم واونلاين وايج. اتمنى يكون الدرس عجبكم، اشوفكم على خير في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.